ما جيبش لا كارت ماشي بوانتيونيش طاش 22 شهر 4 من تما وانا كنبري على ولدي ما عرفتش ميت ولا حي. انا كنطالب العداله تنصفني في حق ولدي باش نعرف ولدي حيت اللي قالت هي طاح في البحر. هذو اللي راهم طاحوا في البحر شحال من واحد غرق شحال من واحد مشى حارق خرجوا البحر. ولدي انا ما خرجوا البحر ما شافوا حد راه غرق في البحر. هي اللي قالت وهاد البلاصه اللي قالت هي كنحشم نقولها حدا لا مارين حدا الحراسه الملكيه. واش هاد الولد ما غايشوفوش طاح الحشيش شحال المده هاد الحشيش فين هو فين هو ولدي وفين هو الحشيش بغيت نعرف تقريبا ديال المده. وانتم كتمشيو حدا البحر وما طلعتش الجوجه كنمشيو وليدي كل نهار كل نهار كنا كنمشيو لتما وعطانا السيد وكيل العام السيد الذاكر الله يجازيه بخير كنشكرو من هذا المنبر. هذاك الوقت دخلت لعندو وشكيت عليه وعطاني ورقه ديتها الشرطه العلميه وداروا لنا لاضيئين قال لهم ديروا لاضيئين لجميع الجثات اللي خرجوا من البحر ولو يكونها اعظم. ديتها لهم وداروا لنا لاضيئين قالوا لي ما كاينش ولدك في البحر. دابا انا كنطالب ولدي بان ليا توريني ولدي فينا هو الا في البحر ميت تقولها ليا ديرها في شي بلاصه تقولها ليا. السيده كانت فرمليه كدير داكشي ديال المخدرات ديال الدواء ما عرفتش ولدي اشنو طاروا به. كانت عندها عداوه معاه عندهم عداوه ولدي في هادشي نعتادوا عليه عندهم في الدار. والشكايه ديالو راه عند وكيل الملك في تماره انا باقا لدابا كنقابل عليها الا الان. ودابا انا كنطلب راي العام يعاونني وكنطلب الصحافه وكنطلب جلالة الملك ورئيس النيابة العامة يوقفوا معايا. أنا باغية الحق ديال ولدي ما نضيعش فيه. نعرف ولدي ميت ولا حي. أنا ماشي ولدت وكبرت ربيت وكبرت ويجي وحدة تحايل عليا تدي ليا ولدي ما عرفتو ميت ولا حي. راه ما كنقدرش نتفكروا ولدي. راه عائلة دمرت كاملة على قدها. يلا حلم بذكرى بالوقت ديالو يلا تخرج من الدبلوم ودرت وخدام مع راسها مع راسو حتى طفاتو ليا. شحال كان العمر ديالو؟ كان ديك الساعة عنده 25 عام. يلا عاد قال بسم الله في الدنيا. الله يسمعك. أمين أولدي أمين. شال التليفون ديالو ما عطاهوش ليا، الهاتف ديالو ما عطاهوش ليا، شتو عندها عاد جدارمية شت عندها التليفون وما عطاوش ليا التليفون. الخبرة ديال التليفون ما دارتش، ما عطاونيش، ما عطاونيش، ما داروش حتى في المحجوزات. البورطابل ديالو ما عطاهو لياش. شتو عندها عندهم. درت شكاية وليدي وانا باقا كنعاني اليوم شكاية لوحني عطشي. انا كنطلب الله ينصفني انا كنطلب الله ينصفني وليدي بغيت ما نضيعش في ولدي. كم استاذ خيار زيد محمد الدار البيضاء. الحمد لله اليوم انا جد فخوره لان جيت ضربت واحد بحجر واحد واحد جوج ملفات لان الملف ديال الكولونيل وملف ديال الحرش عبقادر اللي كنت كنوب عليه من 2019. هذا الولد اللي كان في 2019 كان هذا الولد كان 2018 قبل كان تعرف على واحد بنت على اساس الدواء اللي يشوفها الا ان بنتي غير صالحه له. فاذا به واحد النهار كتفاجئ الوالده ديالو بانه حرقوا من هنا عراو عطاو شي حاجه سميتو. دارت شكايه في موضوع دارت لومبيلونس دارت شكايه في موضوع الشهاده الطبيه في 40 يوم بينما السيده هي والوالده ديالها خرجوا في حاله صراح الشهاده الطبيه في 40 يوم وضربوا جرح خطير ماشي شي حاجه سهله. من بعد داك شي واحد ست شهور اذا خمس شهور اذا بالام والعائله ديالها تيقول لها بان ولدك اجي وراه تلاح على واحد الخنشه ديال الحشيش في هرهوره. وحنا مشينا عاينا ديك المنطقه ديك المنطقه من ديك المحكمه واش واحد شي واحد غيتلاح. كل عرف هرهوره معروفه بالحجر ما يمكنش قال لها واحد كارتونه ديال الحشيش كانت تما. هذيك السيده اللي كان عندها النزاع اللي متابعه باقا الان ملف كيجري من المحكمه ديال الاصلاح ملف جرحي اللي خاصو يكون في حاله اعتقال. وهنا ملي بقاو السيده هازه السبرديله ديالو حويجو وهازه سروالو والتيشيرت ديالو ما عندوش اذا الهاتف ديالو والهاتف ديالو اذا بقاوها تما غاده شافوا الناس اش غاديري هنا. قالت لهم حكار واحد الولد كان معايا راه تلاح على واحد الكرتونه ديال المخدرات. وفين كارتون ديال المخدرات ومقابله مع لا مارين ولا مارين قريبه
واش ما كايناش هنا راه ماري ماش فراقباش فيو كانت واحد السياره كحله تما فينا هي فينا بيد بقاو كيتسنى باش يروحوا البحر. انا ملي مشات السيده ملي شدوها الدرك الملكي داوها سمعت لها الشرطه، الشرطه هي الاولى، وكان واحد الشاهد كيقول قالت ليه الا قلت كل شيء عندنا الشهاده ديالها، قال لا قلت الحقيقه غتكون تكوين عصابه اجراميه. قالت لهم راه تلاح على خنشه ديال المخدرات. لا يا قال فينا هاد الكرتونه ديال المخدرات، كيفاش جاك لا ماري كحداهم تما، علاش ما جابش، كيفاش الشرطه ما دارش الدور ديالها، كيفاش الدرك ما دارش الدور ديالها، كيفاش ما حجز السياره ديال اللي كانت بعيده على تما، كيفاش واحد السياره كانت تما قريبه، كيفاش واحد كان تيصيد تما، فينا هي جثه ديال الحال، شكون جثه عمرهم ما شافوها. فإذا بها تفاجأوا بأن السيد قاضي التحقيق دار متابعة لهذيك السيدة والوالدة ديالها اللي هي داروا لها الإيداع العمدي المؤدي إلى الموت. عمري ما شفت بحال هاد المتابعة. فينا هي الموت؟ فينا هو الولد؟ ما كاين لا جثة لا قبر لا والو، ما لاحوش البحر وما عرفتش شنو هو. كيفاش هاد قاضي التحقيق دار هاد القضية وعلاش بنا وما دار الهواتف النقالة؟ الهاتف ديالو النقال باقا عند السيدة، واش عارف واش هذا قانون ولا ماشي قانون؟ كل واحد مسؤول هنا. إذا حنا غنديرو جميع خدامي، غنديرو خدامي ديال الشرطة وديال الطرق وديال القاضي التحقيق وديال، إذا أنا التمس من قاضي التحقيق قاضي الموضوع. احنا دابا في الملف القضاء جالس من 2021، الملف فيه الإيداع العمدي المؤدي إلى الموت. ما عرفش كيفاش تبعوا الإيداع، واش كاين اش هو الإيداع؟ هي كتقول لك تلاح على البحر، فين هي جثة؟ واش كاين شي طبيب تيقول لك بأن السيد ميت؟ واش كاين جثة ديال هذا الميت؟ وهذه راه جريمة خطيرة، خطيرة اللي راه ما يمكنش إنسان تقتل ولدها يغبر بهذه الطريقة والسلطة ما ديرش خدمتها، ما يمكنش حتى واحد ما يدير الدور ديالو. بغيت نعرف شنو هي الإيداع العمدي المؤدي إلى الموت؟ واش كاين شي موت؟ وفين هي جثة ديال الولد؟ فين هي؟ هما الناس هما والدي دائما يا ليلى نهار تطلع. واش حنا خاص شوف راه دابا صاحب الجلاله راه تيلح على رد المسؤوليه بالمحاسبه، شكون ما دارش الدور ديالو فيما يخص هاد عبد القادر الحرش؟ حيت حنا ما عرفناش الجثه ديالو ما كايناش باش يدفنوه والديه. اللي حنا واش حنا غنبقاو ديما نخرجوا الراي العام نغوتوا الناس عاد يبداو في المساطير؟ الناس راه ما يمكنش، راه هادشي من 2016. واش هاد السيده ما عرفتش كاينه لي جثه؟ لا والو، السيده خارجه كدور صراح وغادي كدور وجايه كدور ديال عندي المؤدي الى الموت. واش قاضي ما كيعرفش القانون؟ واش قاضي التحقيق دار الايداع اللي عندي المؤدي الى الموت؟ واش عنده شي جثه؟ واش عنده شي شهاده طبيه؟ واش عنده شي دفن؟ شهاده دفن واش عنده؟ واش عنده شي وراثه؟ ولا الناس ما قدروش يحيدوا ولاد المحل؟ كيفاش ما حجزوش على السياره ديالو؟ كيفاش عطاوها لهم؟ ما فهمتش هاد الشيء. اذا هاد الملف فيه واحد اللوز كبير، ما يمكنش حنا ما يمكنش انا نتنازل على حقوق هاد الناس حتى في الحقيقه، وما يمكنش تناقش الملف اللي ما عاودوش البحث لان عمر هاد الملف كان فيه لا بحث ديال الشرطه، لا بحث ديال الدرك، لا بحث ديال قاضي التحقيق. دابا في الجلسه العلنيه راه خاصها تعاود حل عندهم الاول صافي. ظهر غير الام وبنتها. واش تم الاعتقال ديالهم؟ لا تم الاعتقال ديالهم لا والو. وكاين السيد اللي جبنا دابا يشهد قال لك من الكوميساريه، قالت ليه لا قلت الحق غنجد واحد العصابه اجراميه كبيره. اذا حنا جبنا هذه العصابه كيفاش هذايا؟ خاصهم يديروا خدمتهم. واش واحد السيد غبر واحد شدوها بحوايجه خلاه دات حوايجه دات شكون دات تيبورطابلو والسياره حطت ما يحجبش حتى واحد خدمه؟ هذه خدمه ماشي خدمه، ما يمكنش مسؤولين الناس اللي داروا المحضر مسؤولين على هادشي لانه خلاو الناس عارقين. شنو غنبقاو تنموتوا نغوتوا تنموتوا؟ لا خاصك كل واحد يدير خدمته. واش استدعوا من غير عند الشرطه او لا جاوا عند ولا راه حطلوها غاده بحال تدبس حوايجو حدا البحر غاده بحوايجو هرهور عرفت شي هرهور ماشي بحر عادي راه تما راه بحال المرصى من الفوق بحال تلاح من الليل تحت لحظه لا مارين لا مارين راه ما يمكنش شي واحد فين كانت الدوره ديال الحشيش قال لك شاف واش هاد المويسم واش تم التقديم ديال الام والبنت السيد وما داروا التقديم بحال صراح وبقاو بحال صراح باقي دابا من 2019 بحال صراح والميت ديالو اللي كان الضرب والجرح اللي راه كان تا هو تقدموا بحال صراح باقي من فرائج ديال الضرب والجرح كيفاش غتقرب ليه هو عنده نزاع في المحكمه معاه كيفاش غتختفى في هاد الظرف هاد الدر اذا حنا راه ما يمكنش خاص هاد الشيء يتغير بركه بالله عينا شنو الاتجاه دابا؟ الاتجاه دابا في قاضي الموضوع
قادي تحقيق لك إيداء العمد المؤدي إلى الموت. واش قادي تحقيق شاف شي ميز؟ واش عنده شهادة طبية بأنه ميز؟ واش عنده شي ورثة بأنه ميز؟ وما كايناش جثة. كيفاش درتي الموت ما كايناش جثة؟ شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.